فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول: لماذا لا يزال المسجد من على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن القبر سابق للمسجد، وحتى لا يحتج بذلك المبتدعة، فما هي العلة في إبقائه؟ خوف الفتنة، خوف الفتنة من الناس، لأن الناس وجدوا هذا من زمان طويل، فلو غير يحصل فتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا عدت الكعبة على قواعد إبراهيم. الرسول ترك إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقبر الحمد لله مصون الآن في الجدران وعليه حراس، ولا أحد يتمكن من عمل البدع عنده، هذا من فضل الله وتيسيره وإجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يسر الله له من يحميه على ممر الأزمان، والحمد لله. نعم.